طاب وقتكم أحبتي مشاهدي ومتابعي يزيدي 24 وبرنامج أطياف. وصلنا إلى حلقة جديدة من برنامجنا، والذي يتكون من ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول، إقامة قداس في الكنيسة رغم الغياب الشبه تام للمسيحيين في مدينة الموصل، في تقرير لزميلنا علي أياد. منظمات مدنية وشخصيات وناشطو مجتمع مدني أقاموا قداس كبير في كنيسة ماراثوما في مدينة الموصل القديمة في ظل غياب شبه تام للمسيحيين في المدينة. 400 عائلة مسيحية تركت المدينة ولم يعد منها إلا قلة قليلة بعد عامين من تحرير الموصل. ذكرياتي أنا يعني أنا تولدت بهالمنطقة، يعني هويت أحوال مدنية مالي تقرأ جامع مسقط الرأس جامع الكبير، يعني منطقة الجامع الكبير، وكل هاي المنطقة كانت يعني يسكنها مسيحيين بكثافة، يعني تقريبا تركيز المسيحيين بهاي المناطق منطقة الساعة سواء جهة ثانية أو بهالجهة، فكلها كانت موجود مسيحيين بشكل يعني كانت أيام حلوة، كانت أيام حلوة خاصة فترة الستينات والسبعينات، وخاصة بالأعياد من يجي تملي الكنيسة، يعني بعض الأحيان ما يظل مكان، كنا نقبغى بالباب من كثافة السكان المسيحيين اللي كانوا موجودين بالمنطقة. لكن مع الأسف صارت هذه الحوادث الأخيرة والناس طلعت، واللي يطلع صعب بعد يرجع، صعب يعني. طبعا هذه الكنيسة كانت بزمن داعش هي سجن وتعذيب للناس، وحاليا هي مكان لنشر التعايش السلمي، لنشر المحبة. التراتيل اللي قيلت بها تراتيل رائعة كانت، الحمد لله الأجواء كلش حلوة مثل العيد، بالضبط مثل العيد، والحمد لله. لهذا القداس يعني أهمية كبيرة في محافظة نينوى وعموما وليس في الموصل على وجه التحديد. كانت الرسالة الأهم لربما هي لفت الانتباه الدولي والانتباه الحكومي لمدينة الموصل القديمة وللدمار الحاصل فيها، وإيصال رسالة أن الظروف ليست مواتية تماما لعودة المسيحيين لكنها جيدة نوعا ما، ونأمل بعودتهم وإيصال رسالة سلام. هذا كل ما في القداس. الكنيسة كانت سجن بالنسبة لداعش، الآن الكنيسة هي مدمرة، حالها حال باقي بنايات الموصل القديمة، ربما حالها أفضل قليلا لكنها مدمرة. قلت لك أن الدافع الأهم هو لفت الانتباه الدولي للخراب. الناشطين والأهالي رحبوا بعودة المسيحيين وأكدوا على أهمية التنوع المجتمعي، إلا أن بعد عامين من انتهاء العمليات العسكرية في الموصل وتحريرها بالكامل من داعش، لا يزال مسيحيوها نازحين ولا يرغبون بالعودة لها. المحور الثاني، منظمة مدنية تكرم الأدباء والكتاب الذين ألفوا كتب عن الإبادة الإزيدية، في تقرير لزميلتنا وضحى حسن. منظمة جيلان المدنية، منظمة إيزيدية حادثة التأسيس، في أولى نشاطاتها قامت بتكريم الكتاب والمؤلفين الذين كتبوا عن الإبادة الإيزيدية. الكتاب والصحفيين اعتبروه نشاط متميز ودعم معنوي للكتاب والمؤلفين. يمكن اعتبار هذه خطوة مهمة لجمع هؤلاء الكتاب الذين بذلوا جهود لتوثيق المآسي والتراجيديا التي نتجت عن إبادة الإيزيدية منذ آب أغسطس 2014، وأيضا هي فرصة لتذكير أن هناك جهود قائمة وهناك جهات تهتم بهذا الجهد. أعتقد فرصة أيضا أن نعرف الآخرين عن ماذا كتبوا، وبعضهم أعلنوا عن مشاريعهم المستقبلية، وأتمنى أن يكون هذا دافع للمزيد من العمل والمزيد من النتاجات حول الإبادة الإيزيدية في العراق. الخطوة اللي قامت بها منظمة جيلان الله، وهي منظمة مدنية، خطوة كلش مهمة، وهي تكريم الكتاب اللي كتبوا أو أصدروا كتب عن الجينوسايد اللي صار بالإزيني بسنجار. بصراحة كنا نريد هاي الخطوة تصير من زمان من جهات ثقافية وحكومية في إقليم كردستان وفي الحكومة العراقية أيضا، لأن الكتاب
بصراحة هم محتاجين دعم معنوي، وهذا التكريم هو دعم معنوي لهم حتى يستمرون بتوثيق كل ما جرى للإيزيديين. أشكر القائمين على هذه الفعالية في البداية. طبعا أهمية توثيق الإبادة الجماعية اللي حدثت في 3 أغسطس 2014 بحق اليزيديين تكمن في وقتها، في حينها، أي لو قمنا بتوثيق الأدلة وجمعها وأرشفتها وتدوينها إنما نساعد في الدفع بها وفي الحراك التدويلي نحو المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم المحلية، لأنه بمرور الزمن ستفقد أو ستمحو هذه الأدلة سواء كانت عن قصد أو بدون قصد. فأطلب من خلال هذا القناة بأنه على الجميع البدء في جمع الأدلة وتوثيقها، وخاصة الإفادات الناجية وشهود العيان وكل من له وصل بهذه الجريمة، لأنه حتى تكون مادة خامة تكون بيد الباحثين مستقبلا والقرون. شكرا لكم. عشرات المنظمات الإيزيدية تأسست بعد الإبادة التي تعرض لها الإيزيدية عام 2014، وتتخصص في مجالات عدة. منظمة جيلان تأتي تسميتها من اسم الفتاة الإيزيدية التي قتلت نفسها ولم تسمح أن يلمسها داعش. وضحى حسن، إيزيدي 24، مجمع الشارية. أحبتي المشاهدين، وصلنا معكم الآن إلى محورنا الأخير، وهو عن الإرادة القوية لأهالي بعشيقة وبحزاني في العودة إلى ديارهم وأعمار ما قد دمره داعش، في تقرير لزميلنا نصر حاجي. بلدة بعشيقة واحدة من بلدات سهل نينوى احتلها داعش في آب من عام 2014، وعادت إليها الحياة بعد تحررها من دنس داعش بفضل وحكمة أهلها الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل عودة الحياة لمنطقتهم ثانية. طبعا السبب الرئيسي لعودة أهالي بعشيقة وبحزاني هي التشبث بالأرض، حب المنطقة، الإرادة القوية هي التي دفعت أهالي المنطقة إلى العودة. طبعا كانت البداية من مجموعة من الشباب، مجموعات الشباب أو بالأحرى مثل بصمة أمل وغيرها الذين ابتدأوا، وهكذا هبت الجموع وتعاونت جميعهم، وكانت بدأت الحملة تعمير المزارات، و أتبعتها عدة حملات مثل دائرة الكهرباء ودائرة الماء والمدراء وإلى آخره. فكانت حملة بحيث أدهشت أهالي سهل نينوى، وحسب ظني أنه أول ناس رجعوا بالكامل هم أهالي بعشيقة وبحزاني، وتشهد لها محافظة نينوى وسهل نينوى بأكمله. إصرار وعزيمة وتمسك أهل بعشيقة بأرضهم دفعهم للعمل بكل طاقاتهم وجهودهم من أجل إرجاع بلدتهم أفضل وأحسن من قبل. إذا حبينا نتكلم عن بعشيقة، هذه البلدة الجميلة ذات التاريخ العريق الواقع أمام جبل بعشيقة المحايد جبل مقلوب، نقول أهلها منذ قديم الزمان يحبون الحياة ويحبون العمل كما يوصفهم الناس بالثقافة والنظافة وكثرة الإيمان، لكثرة المزارات المتوفرة من أبناء الإيزيدية وكثرة الكنائس والجوامع فيها. فعندما حدث ما حدث من واقعة أليمة على أهالي بعشيقة بالاستيلاء على أراضيها وبيوتها من قبل العناصر المتوحشة دواعش المجرمين، هجر أهاليها إلى المناطق القريبة وإلى كردستان بالذات، وكانوا تواقين ومشتاقين يوميا للعودة إلى بلدتهم العزيزة على قلوبهم التي فيها آثارهم وتاريخهم ومقابرهم وذكريات الطفولة وذكر. بصمة أمل حملة شبابية تطوعية انولدت بعد تحرير الضيعة بعدة أشهر من مجموعة شبابية هدفه إعادة الحياة إلى بعشيقة وبعث روح الأمل في نفوس الأهالي للعودة وإعادة الإعمار من جديد. حملة بصمة أمل
كان لها دور جدا رائع في تمثيل المنطقة بصورة حضارية وجميلة لإعادة الحياة إلى أهالي بعشيقة وبعزاني. بالتالي تولدت عدة حملات شبابية مثل بستان الزيتون، مثل غدا أجمل، التي أيضا تعاونت معنا وعملنا جميعا في مسح كتابات داعش وتنظيف الشوارع وصبغ الأرصفة وعدد من النشاطات التي كان لها أهمية جدا عند الأهالي والتي ساهمت بشكل فعال. حيث سارعوا أهالي بعشيقة وبعزاني إلى تشكيل المجامع والجروبات الطوعية من أجل رفع مخلفات الحرب وإعادة الحياة لمدينتهم، وقاموا ببناء دور العبادة وتنظيف الشوارع العامة وإعادة الدوائر الحكومية للعمل لتشجيع الناس على العودة وإعمار دورهم من أجل العودة مرة أخرى. نصر حاجي، يزيدي 24، بعشيقة وبحزاني. في ختام حلقتنا أتمنى لكم أوقاتا سعيدة وشكرا للمتابعة.